السلام عليكم. أدوية إيه اللي ناخدها معانا ضروري وإحنا مسافرين؟ وهل الأدوية معفاة من الجمارك؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا القصيرة. بناخد معانا مضاد للحموضة، مضاد الهستامين، دواء إسهال، دواء الدوار الحركة، مثبطات السعال والكحة، مزيلات الاحتقان، ودواء الألم والحمى، مهدئ خفيف أو مساعد على النوم. بالنسبة للأدوية، أدوية ومشتقات الدم المستوردة للمستشفيات الحكومية معفاة من الجمارك، وكل اللي بتستورده مستشفيات الجامعة من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال، وطبعا وطبقا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.